وفي محافظة الحديدة شن العدوان السعودي غارات على مزارع أبقار أدت إلى تدمير المزرعة ونفوق الأبقار المتواجدة فيها. جريمة أخرى تضاف إلى رصيد العدوان السعودي على اليمن، منطقة الكدن في محافظة الحديدة مكان وزمان الحدث والمتمثل بقصف هناجر للأبقار بمزرعة المراعي لمجموعة أخوان ثابت. ولا في أي بخيرة ولا في أي حي، إني ضربوا بس كذا في بقر بس في الحنجر هذا ضاقوا ضاقوا كلهم كسر غيره ولا أي حاجة. في سلاح يقول، في بخير يقول، في اي حي يقول. هل البقر بيحمل سلاح؟ هل البقر يحمل بخيره؟ انا داري انا في اسمع بس كيف اسوي؟ في اسمع لكن كان في خوف ولا ما في؟ خوف الى الحين. اليوم زمجر العدوان جراء تجرع الهزائم هنا وهناك، إذ أسفر القصف الهمجي لمزرعة الحيوانات محدثا إصابات بالغة للأبقار. وشاهدت الحادث الطائرة ضربت وطرت من فوق الباب وشلنا الريح حق الصاروخ وفلتلي وقام بتدمير هنا مات بقر ودمر الهنجر بالكامل. وصل العدوان إلى مرحلة هستيرية، ضرب المنشآت، البنية التحتية، المنشآت الحيوية، المنشآت المدنية، البشر، الحجر، الطير، من شان ايش؟ من شان ايش التدمير هذا الشامل؟ عدوان ممقوت وممقوق مغلف تجاه شعب له من التاريخ نصيب، وربما ان هذا الامر ذنب يتم عقابنا عليه حسدا منهم كون لا تاريخ لهم ولا شواهد حضارية. هنا تكلل حقدهم الاسود والمبلل تجاه اليمن وشعبه. لمياء الاديمي لقناة اليمن الفضائية محافظة الحديدة.